والآن أدعو إلى هذا المنبر معالي الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ليلقي كلمة ترحيبية بالمناسبة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. معالي الأخ الدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، ضيوفنا الكرام، حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أتحدث إليكم في افتتاح هذه الندوة العلمية احتفاءً بصدور الجزء الأول من موسوعة تفكيك خطاب التطرف بالتعاون بين الرابطة المحمدية للعلماء في المملكة المغربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسسكو. ويسرني أن أعبر عن بالغ شكري وعظيم امتناني لمعالي الأخ الدكتور أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء على تكرمه بقبول دعوتنا له لإلقاء المحاضرة الرئيسة في هذه الندوة العلمية، والتي سيستعرض من خلالها آفاق هذا المشروع الكبير وعناصره ومراحل إعداده والأهداف العليا المتوخاة من إنجازه. كما يسعدني أن أرحب باسم الإيسسكو بأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة الذين لبوا الدعوة كما عدناها منهم. الحضور الكريم، لقد وصف الله سبحانه وتعالى أمة الاعتدال بأنها أمة الوسط في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فأمرهم بالاستقامة ناهيا إياهم عن الغلو والطغيان بقوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلو ومجاوزة الحد المشروع، فقال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وشدد على عاقبة ذلك بقوله: هلك المتنطعون. وعلى الرغم من هذا التشديد الإلهي والوعيد النبوي بسوء عاقبة التشدد والغلو والتطرف، فقد عانى المسلمون من حركات وتنظيمات متطرفة غالت في تأويل آيات الذكر الحكيم وفهم سنة الرسول المصطفى الكريم، مما كان سبباً في الفرقة والضعف والبعد عن الوسطية والاعتدال في القول والعمل. ولقد ابتليت الأمة في هذا العصر باجتراء خطير على الفتية بغير علم والتعدي على اختصاصات أولي العلم والحكم، مما جعل الإسلام متهماً بدون وجه حق بتغذية النزوع نحو العنف والإقصاء وامتهان كرامة الإنسان، ولحفظ تعاليم وقيم الدين الحنيف من التحريف والتشويه والابتداع، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقليه، وأن الله تعالى يوفق له في كل عصر خلف من العدول يحملونه وينفون عنه التحريف، وذلك في قوله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، إن ظاهرة الإرهاب باتت بحق ظاهرة مقلقة، وهي تحجب عنا الغايات الكبرى من وجودنا في إعمار الأرض وبناء السلم والسلام، ولا بد لنا من تعزيز هذه القيمة لتصبح منهاج سلوك ومصدراً ملهماً في كل مراحل حياتنا. وإن هذا لا يقتضي منا إشاعة مفهوم السلم ليغدو مفهوماً مركزياً مثلما هو كذلك في قلب القرآن، مصداقاً لقوله تعالى: سلام قولاً من رب رحيم.
لقد توالى عقد الاجتماعات والندوات والمؤتمرات لدراسة هذه الظاهرة وبحث سبل التصدي لمظاهر التطرف في فهم النصوص الشرعية وسوء تأويلها وتنزيلها في مختلف بقاع العالم منذ عقود، والاستثمار كل الجهود العلمية المباركة في هذا المجال. اتفقت الإيسسكو والرابطة المحمدية للعلماء على إصدار موسوعة تفكيك خطاب التطرف لتكون مرجعاً للباحثين وأهل العلم والمؤسسات الجامعية ومراكز الأبحاث والمراصد المتخصصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأمنية لمعالجة آثار التطرف في شتى أنحاء العالم. ولا شك أن الشراكة الاستراتيجية بين الإيسسكو التي تمثل دول وشعوب العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء بما لها من وظائف وأدوار أكاديمية متميزة ومتضافرة مع كل المؤسسات والهيئات الرسمية وغير الرسمية في تنزيل مشروع إصلاح الحقل الديني في المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ستجعل من هذه الموسوعة مرجعاً لا غناً عنه لكل المهتمين بفهم ومعالجة ظاهرة التطرف. ويسرنا أن نعلن أننا نرحب بالتعاون مع كل الأطراف الإقليمية والدولية التي تتقاسم معنا نفس الأهداف لبرورة مخرجات هذه الشراكة الناجحة ضمن برامج تنفيذية ودورات تدريبية متخصصة حول هذه الموسوعة، وكذلك إنشاء كراسي علمية بحثية في جامعات الدول الأعضاء وغيرها لهذا الموضوع الاستراتيجي ومعالجة تفكيك خطاب التطرف. في ختام هذه الكلمة أود أن أتوجه بالشكر الجزيل أيضاً إلى معالي الأخ الكريم الدكتور أحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية الذي تفضل بالسماح بعرض بعض كنوز المخطوطات النادرة المحفوظة في خزانة القرويين بمدينة فاس، وهي معروضة في قاعة المغفور له الملك الحسن الثاني. وفقنا الله جميعاً للسير دائماً على نهج الاعتدال. يقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.